هي في الحد الآن تتراوح ما بين 100 و150 دولار. 100 بين 100 و150 دولار للتحليل الواحد. التحليل الواحد. معناها طبعا على الدول معناها بالدينار ولا بالسنتيم بالسوق السوداء هي بين 25,000 دينار بين 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 2 ملايين ونص الى 3 ملايين تقريبا بالعملة المحلية بالعملة بالدينار. للحالة وهذا الواحد. طبعا رقم يعني عام. يوجد مختبرات كبيرة في العالم كثيرة أقول تحاول يعني تنتج هذه وسائل التحليل، فالأرقام تتباين. ومعظم الدول حتى في الدول الرأسمالية كأمريكا فهي توفر لكل المواطنين التحليل مجاناً.